أيضا أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تصميم الدولة على العبور من المرحلة الراهنة. وفي مداخلة أثناء جلسة رؤية مصر 2030 أشار السيسي إلى علمه بأن الرواتب ليست جيدة بصفة عامة، غير أنه لفت إلى أن الموارد المتاحة لا تسمح بزيادتها. اللي بيقول الكادر عايز تقول لي إن أنا مش عارف إن المرتبات بصفة عامة مش جيدة؟ طبعا مش جيدة. عايز تقول لي إن المفروض إن احنا نزود المرتبات؟ أيوة أنا عارف، بس منين؟ وأنت بتطرح الطرح بتاعك وبتسأل السؤال ده، قول لي أعمله أجيبه منين؟ هقول لك سؤال عشان أنا عرفته ليه أنا بطلب تعليم مختلف، عشان الناس يبقى عندها فكر نقدي، فكر دايما بيدرس الموضوع وبيناقشه من كل الوجوه قبل ما يتكلم فيه، عشان يبقى طرحه طرح مفيد، طرح ايجابي، ما يبقاش طرح للطرح. لو قلت فيه 18 مليون بيتعلموا، هدفع عليهم كام في المتوسط لكل طالب؟ انا هقول لك رقم ما يحيركش، هنقول 10,000 جنيه في السنه. ده رقم انا خليت كل دولار هم قالوا عليه بره خليته جنيه، يعني هم قالوا 10,000 دولار في المتوسط انا قلت خليه جنيه، يعني 10,000 جنيه، يعني كام؟ يعني 180 مليار. حد يلحقني من ورا بالرقم. 180 مليار. طب احنا بنصرف 180 مليار، موازنه السيد وزاره التربيه والتعليم كام؟ ها؟ نصهم، يعني 60-70 مليار جنيه. اذا في حاجه مش مظبوطه. ايه هي الحاجه اللي مش مظبوطه؟ ان احنا مش قادرين نوفر ده. طيب لو احنا ربطنا الكلام ده بمسيره الاصلاح الاقتصادي، تعرف ان احنا الموازنه دي هي قدرتك الماليه،